نعرف تفاصيل أكتر عن الاكتشاف الثري والأثري الجديد بمحافظة المنيا من خلال أستاذ بسام الشماع عالم المصريات. صباح النور يا فندم. صباح النور وصباح الحضارة وصباح الاكتشافات العظيمة. صباح النور على حضرتك، ويمكن في البداية عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن الاكتشاف الأثري الجديد اللي حصل في محافظة المنيا. هذه المنطقة اسمها الغريفة، الغريفة دي تسمية تصغير لكلمة غرفة، والتسمية دي موجودة مش موجودة في مصر بس، دي موجودة في مكان في البحرين وفي ليبيا، يعني من ضمن الكلمات الجميلة المستخدمة في لغتنا المصرية والعربية. الاكتشاف ذات نفسه حوالي 6 كيلو من منطقة شهيرة جدا اسمها تونة الجبل، منطقة في محافظة المنيا هامة جدا من الناحية الأثرية، بها آثار متفردة جدا لها علاقة بجبانات حيوانات وطيور محنطة، لها علاقة بالعصر البطلمي والعصر العصور المتأخرة، وده بقى الزمن اللي بيتكلموا عليه في الاكتشاف اللي أعلنوا عليه امبارح وزارة الآثار، إن هذه المنطقة من الزمن المصري ومن التاريخ المصري، هي منطقة بنطلق عليها منطقة المتأخرة كده أو الزمن المتأخر في مصر القديم، وانت داخل على البطلمي اللي هو الإغريقي أو اليوناني. يبقى إذن نحن هنا نتكلم عن جبانة هامة، عدد من الأبيار، الأبيار دي فكرة مصرية قديمة للدفن، بيتحفر بير بيسموه شافت بالإنجليزية، البير دوت بيؤدي في الآخر إلى غرفة، الغرفة دي أو أكتر من غرفة، الغرف دي بقى هتبقى مليانة بالتماثيل وبالتوابيت وبالأشياء الكثيرة اللي هياخدها المتوفى إلى الحياة الأخرى. من ضمن الحاجات اللي اكتشفت في اكتشاف اللي أعلنوا عليه امبارح أكتر من 1000 تمثال أوشابتي، وهنا مهم قوي ان احنا نشرح يعني ايه اوشابتي وايه اهميه التماثيل دي رغم صغر الحجم بتاعها. اولا تماثيل اوشابتي تعتبر هي واحده من اشهر التماثيل اللي موجوده في العالم، واثنين صغيره الحجم، ممكن جدا ما تبقاش التماثيل اللي انتم متخيلينها، ولكن اهميتها في ان هي اوشب اي بالهيروغليفي، اي بالهيروغليفي يعني انا، اوشب يعني ايه؟ اجيب المجيبون، the answerers اللي بيجيبوا، انا بسالك سؤال بتروحي انت بتجاوبي عليا، لكن الاوشب دي بقى العدد بتاعها بيبقى كتير قوي في المقابر، علشان هم اللي هيساعدوا المتوفى من وجهه النظر الطقس الديني في مصر القديمه، كان هو ده اللي هيساعدك في ان انت تفعلي بعض الاعمال في الحياه الاخرى، يعني الحياه الاخرى فيها شغل بالنسبه للمصر القديم، فمين هيساعد في الشغل دوت؟ الاوشابتي، يطلق عليهم الخدم، انا احب ان انا اطلق عليهم المجيبون، الذين يجيبوا طلباتك انت في الحياه الاخرى. ايضا وجدوا جعارين، ومن ضمن الجعارين، جعران ده نوع من انواع الخنافس، وكان القنفسه يعني كان المصري القديم بيدرسها او بياخدها واخدها كرمز طقسي ديني، من ضمن الشيء الطريف والعجيب وهكذا، يعني التاريخ المصري تملي بيقول عجائب الحقيقه، ان في يوم 31 ديسمبر من سنه 2017 السنه المنصرمه ديت اللي لسه خالصه ديت السنه اللي فاتت دي على طول، في اليوم ده يوم 31 ديسمبر ده احنا بنقول لبعضنا ايه كلنا؟ هابي نيو يير، بنقول كلنا ايه كل سنه وانت طيب، سنة حلوه يا جميل، سنه جميله، سنه كده. فلقهم جعران في اليوم ده في 31 ديسمبر، لقهم جعران مكتوب عليه عباره هيروغليفيه لها علاقه بسنه جميله او سنه طيبه او سنه سعيده، يعني وكان يعني المصري القديم في المنيا بيبعث الينا بتحيات وبأعياد سعيدة. طيب أستاذ بسام، هل كان في عملية بحث منظمة الفترة اللي فاتت أدت للاكتشاف ده، ولا اكتشف بمحض الصدفة؟ شوفي حضرتك الموضوع شغال بقاله مدة طويلة جدا، الجميل أنا مبسوط من الكشف دوت لسبب، والكشوفات اللي حصلت في السنتين اللي فاتوا في إبان وزارة الدكتور العناني، أنا مبسوط من المصريين في حالة كنا من زمان بنطالب بيها، دائما وأبدا زمان كنت بطالب أين الشباب المصري، أين العلماء المصريين، أين المنقبين المصريين، وكنت دائم الاعتراض في الإعلام على أن مفيش علماء مصريين كتير، يعني الكلمة اللي هقولها دلوقتي دي نجوم في عالم الآثار، احنا محتاجين يبقى عندنا 100-150 نجم ونجمة في عالم، ده اللي بيحصل دلوقتي. عجبني قوي امبارح انها بأيدي مصرية، عجبني قوي ان المسؤولين الكبار بتوع وزارة الآثار عرفونا
على أسماء السيدات والرجال المشتركين في هذه العملية التنقيبية دلوقتي في المقابر، في التنقيب، في العلماء في العالم. أصبح لدينا أسماء وليس اسم واحد، لا أسماء كثيرة جدا لمنقبين عملوا واشتغلوا. خدي بال حضرتك الأوضة اللي تحت دي اللي انتوا بتشوفوها في أسفل البئر دي ممكن في الشتاء تبقى درجة الحرارة جوه 40 في الشتاء. احنا بنتكلم على ظروف في منتهى الصعوبة، هؤلاء المصريين اللي ايديهم تتلف بحرير أكيد. والمصريات ايضا. استاذ بسام، اكيد ما فيش شك ان الاكتشافات دي اهمية كبيرة جدا من جميع النواحي، ولكن لو اتكلمنا من الناحية السياحية ازاي الاكتشافات دي بتكون مهمة جدا وكمان بتساهم في تنشيط حركة السياحة في مصر تحديدا؟ أحسنتي، ده سؤال كويس وتعقيب حلو منكم، لأن مهم جدا أن كل حدث من ده يتم تسويقه عالميا ويتم تسويقه في وكالات الأنباء العالمية، وده اللي حصل. يعني رويترز مثلا امبارح، وطبعا معروف أن رويترز أخبارها بتجوب العالم كله. طبعاً. نعم يا فندم، كتبت عن هذا الاكتشاف بالتفصيل، وأيضا كان يوجد أكثر من 40 صحفي وصحفية مصريين ذهبوا أيضا وكذا. فإذا نستطيع أن نقول أن هذا الكشف سوف يضع المنيا مرة أخرى على الخارطة السياحية. وانت تقولي لي انت ليه قلت مرة أخرى؟ هقولك لأن أنا كمرشد سياحي مثلا قعدت 8 سنوات في الإرشاد السياحي أعدي على تونة الجبل وأشرحها شرحا مفصلا للسائحين الأجانب، وتل العمارنة وبني حسن، تروحي بقى أبو قرقاس، الكلام ده كله في المنيا، تروحي الأشمونين. لا مش عايز أقولك المنيا دي عاملة إزاي، دي تاريخ فوق تاريخ وأرض فوق أرض وأثر فوق أثر. وبالتالي في النهاية لي طلب من وزارة الآثار كمواطن مصري. المتحف الآتوني اللي الوزير والوزراء ووزارة الآثار اتكلموا عليه والمحافظة اتكلمت عليه امبارح، المتحف الآتوني ده في تل العمارنة. تل العمارنة دي عاصمة أخناتون وليس إخناتون، برضو تصحيح كده على الماشي، أخناتون الهمزة فوق. فهذا هذا المتحف هو حلم لدينا جميعا المصريين، فأرجو أن يحصل نوع من أنواع مساعدة وزارة الآثار. أنا بتكلم هنا على مساعدات مالية أيضا، فإن المتحف ده تنتهي مراحله ويتم إنجازه ويتم افتتاحه. ويا سلام بقى يا دكتور عناني لو جبت لنا رأس نفرت إيتي من برلين في ألمانيا، أعمل لك تمثال في ميدان التحرير. إن شاء الله إن شاء الله يجيبها إن شاء الله ويستجاب لدعوة حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ بسام الشماع عالم المصريات، شكرا جزيلا. وأكيد ما فيش شك أنه هذا الاكتشاف اكتشاف مهم جدا، وأكيد هيعود بشكل خاص ومميز على السياحة في مصر، ويا رب يكون عندنا كل يوم اكتشاف وكل يوم حاجات أثرية وحاجات مفرحة زي اللي بنشوفها كده. والمنيا زي ما قال أستاذ بسام من أهم المناطق اللي فيها حاجات أثرية.